كنت برضه اللي انا بعمله، عشان كده انا ما عملتش دور الحمد لله. الناس ما علمش مع الناس، يعني انا دايما عشت الفترات اللي فاتت دي من عمري بعمل الحاجه اللي اتعلم مع الناس. فلما جه السنه دي وحجم الاعمال اللي ظهرت السنه دي، اربع اعمال انا عاملهم في رمضان السنه دي، الا اربعه مختلفين، ما هو ده حجم نتاج خبرات وسنوات انت كنت موجود قبل كده، فكانت لازم تطلع بالطعم ده. الحمد لله رب. الاختيار بقى بتكلم عن الاختيار. الحمد لله الاختيار هو مش مهم انك تكون شبه هشام قنديل، لا انت، انا دايما باحث عن روح الشخصيه. الناس صدقت ازاي لدرجه ان احمد موسى قال في برنامجه يا جماعه ده هشام قنديل نفسه، استحاله يكون ده صبحي خليل الممثل. فطبعا يعني الحمد لله ده نعمه وفضل من ربنا، ان ربنا كل واحد بيشتغل الشغلانه بتاعته، مهم قوي ان هو يحافظ على شغلانته ويحبها، يبص لشغلانته هي بس ويمشي في التراك بتاعه، يحبها ويشتغل على تفاصيلها. انا من الممثلين اللي بيحبوا التفاصيل قوي، بيحبوا يشتغلوا ورا التفاصيل، عشان لما تخرج للمشاهد المشاهد يبقى عارف ان انت الشخصيه. لا يمكن يقول ان انت صبحي خليل، يعني صبحي خليل واقف قدامك دلوقتي ده، هل فتش في الشخصيات اللي عملها في رمضان كلها السنه دي ولا واحده شبهه دلوقتي هو واقف قدامك؟ ده صعب عليك ده؟ لا مش صعب، شغلتي لازم اجتهد فيها واشتغلها، دي شغلتي. انك انت تلاقي حد دايما تشوف ده هو هو ده هو هو، انا ما بقولش حد بعينه، لكن ده انت بتشغل ممثل، لون شكل اعمل، حب الشخصيه اللي انت بتعملها واشتغلها بشكل كويس، حتى ربنا يبارك لك يا اخي كل شيء. الكبير لما خد الافيه بتاع المداح واشتغل على فكره الاجراء في الكبير كمان والنجاح اللي عمله، هيا على المداح. انا طبعا بحيي احمد مكي، هذا الممثل الغير اناني، هذا الممثل اللي عارف مدى قوته وعارف مدى حجمه في المهنه عامل ازاي، انه يجيب كل الشباب اللي جابهم دول ويقدمهم بشكل جديد وياخدوا ادوار مهمه، واحمد مكي يتوارى يبقى على جنب والناس دي تظهر بالشكل ده. لا شابوه، تحيه لاحمد مكي العظيم، الـ الانسان قبل ما يكون فنان اللي واثق من قدراته كفنان، واثق انه لو جاب حد هيتفوق عليه ويعديه هو هيفضل احمد مكي بحجمه وبشكله وبفنه. حضر لامورك ايه الفتره الجايه؟ بتاعت ربنا بقى لسه، يعني احنا فتحنا المحل، البضاعه بانت اللي جوه المحل شكلها كويس، فربنا ربنا يخليك يا رب، ربنا بقى يبعت بقى للبضاعه دي اللي يشتريها بقى. ان شاء الله نقفل بقى واحده. الله وكيل، الله وكيل، احنا عايشين مع بهايم. طبعا ازيك يا سيدي؟ الله يخليك، ربنا يخليك، الله يكرمك، يا سلام عليك طيب، تمثيلك جميل زي العسل، الله يكرمك يا رب، الله يبارك لك، يا الله يخليك حب الناس. الله يخليك.